في العالم يولد مختونا؟ لا ما تورث. لا تورث. دي دليل على ايه؟ ضحت هذه الآلية بتاع داروين ان الصفة المكتسبة من بيئة لا تورث. بيقول لك 4000 سنة اليهود يمارسون الختان والمسلمين كذلك، نتكلم عن المسلمين ايضا، ومع ذلك هل يوجد طفل يهودي في العالم ولد مختونا؟ لا، اصلا لو ولد مختون كان ريحونا من العمليات ووفروا علينا. صح ولا يا دكتور؟ المسلمين كذلك. نعم. بل هم 1400 سنة يمارسون عملية الختان في انحاء متفرقة من العالم. لم يثبت التاريخ ان طفلا مسلما ولد مختونا. صحيح. كل هذه الأدلة. لا، وعندك ايه؟ عندك مثال تجريبي رائع 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 يعني. عن الإنسان؟ لا، عن الفيران. وهو عفوا، جابوا في التجارب بقى، والتجربة لا تكذب، جابوا فيران ذكور وإناث وراحوا قاطعين ذيولها، قطعوا الذيول بتاعتها وخلوا التزاوج يتم. لم يولد فار واحد من غير ذيول، كله بذيول، ذيول كاملة ورشيخة. من واحد، شوف، من مثال اليهود ومثال المسلمين ومثال رفع الأثقال ومثال بطل الأجسام ومثال فران، من واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة الكونكلوجن. إذن الصفة المكتسبة من البيئة لا تورث. طيب داروين على ماذا اعتمد بالحيوانات هو كان يدرس الطبيعة؟ احنا عندنا درسنا في المدارس وقرأنا الغزلان والزرافة والعنق وما عنق، هذا كلام درس الدكتور سمعناه وقرأناه وإحنا صغار. صح صح. هو قال إيه بقى؟ قال إن الزرافة ليه الزرافة عنقها طويل، وعلى فكرة الزرافة ارتفاعها عامل زي برج المراقبة كده 6 متر. طب إيش معنى الزرافة؟ قال لك أصلها كانت غزالة، وبعدين الغزلان ديت عاوزة طول أوراق الأشجار العاليات، فتشب تشب تشب يعني بعنقها، فحصل استطالة بسيطة في فقرات العنق من الجهد. من الجهد. وبعدين الفقرة هذه الاستطالة ورثت للجيل التالي، ورثت بشكل ايه؟ وثم الجيل الثالث بشكل أكبر بشكل أكبر بشكل أكبر لغاية ما وصل. طيب هل معنى ذلك يعني أن الزرافات بعد مليون سنة هيبقى طولها بقى 60 متر؟ وبعدين في نقطة مهمة جدا، إيش معنى الغزلان اللي بقى زرافات؟ في حيوان ثاني دكتور. دلماعز دي مشكلة كبيرة جدا. يعني الماعز اللي هي لغاية دلوقتي بتتسلق الأشجار عشان تأكل الأوراق والثمار العاليات في الشجرة. طيب ليه ما حصلهاش استطالة في العنق؟ إيش معنى الغزلان؟ أنا عاوز حد يجاوب على السؤال ده. الماعز كان نفسها تبقى لو كان الكلام ده صح. صحيح. عنقها طول. وبعدين تعالى مثلا حيوان زي التعبان، ما كانش نفسه ان يكون له ارجل بدل المعاناه اللي بيعانيها في بيمشي على بطنه في الصخور وفي الرمال، مش كان يود ان يكون له ارجل؟ ها؟ طيب من كل هذه الامثله يعني ليش وقف عند هذا الحد؟ عند هذا الحد ما صار سحليه مثلا او لا مستحيل، ما احنا قلنا لان في يا دكتور محمد حواجز فاصله بين الانواع يستحيل اختراقها ولو بالطفرات ولو بالطفرات حتى كما شرحنا. انت قلت دكتور امس مثل باختصار يا ريت تعيده، ان العلاقه بين الدببه والحيتان. داروين قال ايه في كتابه اصل الانواع The Origin of Species؟ كاتب المثال ده بيقول لك ايه، الحيتان دي اصلها ايه؟ دببه. بزمه دي كلام حد يصدقه؟ ايه اللي حصل لها؟ كانت تريد ان تاكل الاسماك اللي موجوده في الميه، فكانت تزور الماء مرارا وتكرارا وتحاول تتعلم الايه؟ السباحه. تدريجيا حصل ان الصوان الاذن بتاعها ضمر واصبح ثقب سمعي، وبعدين تكون لها طبقه شحميه تحت الايه؟ الجلد. ارجلها تحورت الى زعانف. الشعر اللي فيها قل بشكل ملحوظ. الفم بقى بالذمه. هذا خيال يا دكتور. والله خيال. والله لا، رأيي بجد والله بكل العلمية والموضوع ده خبل. مين يصدق الكلام ده؟ مين يصدق الكلام ده؟ خلينا ننتقل لك إلى سؤال آخر دكتور. قوانين الوراثة لمندل اللي يدرسونها أولادنا مع الآلية هذه ولا ضد الآلية؟ كويس. آلية لابد نعرف الأول إن داروين لم يعاصر مندل ولم يعرف قوانينه، لأن حتى مندل في حياته ما كانش حد منتبه إنه عالم. ده راجل قسيس في كنيسة وكان مدرس أحياء، واخد بالك؟ كان بيعمل تهجين وتكاثر بين الفران في حديقة كده في الدير وبين النباتات، وعمل القانون بتاعته. لم ينتبه أحد إلا أنه عالم إلا بعد
تقريبا ما اكتشفوا قانون الوراثة بخمسة وثلاثين سنة. بعد ما اكتشفوا قانون الوراثة بخمسة وثلاثين سنة. كيف يا دكتور؟ عجيبة. لا طبعا طبعا بعد خمسة وثلاثين سنة. وما كانش مدرس شاطر على فكرة، هو مندل متواضع. يوهان جريجور مندل، وأنا كاتب في موسوعتي عنه كثيرا جدا. فكان بيزوج بقى يعني حشرات مع حشرات، حيوانات مع حيوانات، نباتات مع نباتات، وياخد صفات متضادة، دي ذات قرون طويلة، دي ذات قرون قصيرة، دي مجعدة القشرة، دي ملساء القشرة، ويعمل تزاوج، وعمل قوانين الوراثة. ليه بقى قوانين الوراثة مضادة ومعول على نظرية التطور وليست عونا؟ هدم له. طبعا، لأن قال لك مش حاجة اسمها صفة مكتسبة تورث ولا الطفرة، بس خلاص انهدت. بهل القانون معناته مفيش لا صفة مكتسبة تورث ولا طفرة تورث، انتهى وفقا لقانون الوراثة. خلاص. ولذلك النظرية في مأزق من عدة قوانين، قانون الوراثة لمندل، وقوانين القانون الثاني للثيرموديناميكا، أخطر قانون في الفيزياء. أخطر قانون في الفيزياء اسمه قانون القانون الثاني للديناميكا الحرارية، هذا اسمه قانون الانتروبيا. هذا الذي يقول عنه أينشتاين قانون القوانين. ولذلك هذا راح نسمع شرحه بعد الفاصل يا دكتور. إن شاء الله دكتور، بعد أن انتهينا من هدم ركائز النظرية التطورية، الركائز الثلاثة بآلياتها الخمسة، جاء الذكر أخيرا قبل الفاصل الماضي بأن قانون الديناميكا الحرارية أكبر قانون ضد الداروينيين. نعم. هذا الفاصل الأخير اللي عندنا الآن الدقائق السبعة والتسعة، والله. هل نتكلم عن هذا القانون ولا نرجع نوسع الدائرة نتكلم عن أسس الفلسفة المادية اللي اعتمد عليها داروين، قواعد الإلحاد؟ كان أسس الفلسفة المادية القانون جاي في الحالة القادمة إن شاء الله. قانون الديناميكا جاي، ما نقدرش نهمله، هنقوله إن شاء الله بس في الحلقة القادمة. طيب دكتور، الأسس التي اعتمد عليها الفكر المادي الدارويني هي ثلاثة أسس. أول حاجة أن المادة أزلية. مادة أزلية. تمام. أي اثنين. وأن المادة لها من يعني المادة هي كل شيء عندهم. أقولها تاني. أن المادة هي كل شيء، هي الألف وهي الياء. هي البداية والنهاية. هي البداية وهي النهاية، هي كل شيء. مش واحد المادة هي كل شيء. المادة هي كل شيء. اثنين، هي الألف وهي الياء، وأشرح تاني. اثنين، أن المادة أزلية. أزلية. ثلاثة، أن المادة لديها وسائلها الخاصة التي تمكنها من تحويل نفسها من مادة ميتة إلى كانت حية معقدة التركيب. ثلاث قواعد. طيب. ثلاث أسس اتبنت عليها المادية الجدلية الفلسفية. أول شيء بقى المادة. المادة. هم قالوا ما فيش في الكون غير المادة. هذا كلام علمي غير صحيح. ليه؟ أمال فين الفراغ؟ أمال فين الفضاء؟ أمال فين الطاقة؟ أمال فين بقى الكشف اللي هز العالم كله؟ أنت مطر المادة المضادة اللي عمره ما سمعوا عنها. دكتور، واحدة واحدة. أنت هي كل واحدة بها، يعني إحنا مثلا أنت قلت مثلا فراغ وفضاء، طيب شو الفرق؟ الفرق أن الفراغ هو بمعنى الانعدام المادة والطاقة. الفراغ بمعنى انعدام المادة والطاقة. انعدام المادة والطاقة. الفضاء موجود مادة وطاقة. اللي سجده فراغ ولا فضاء؟ فضاء. فضاء طبعا، لأن في مادة وفي ضاء. لو فراغ كان كلنا كنا ما فيش. ففي الفراغ وفي الفضاء وفي الطاقة وفي المادة المضادة، اللي بقى لا داروين نفسه ولا الداروينين الجدد سمعوا عنها. أنت مطر اشرحها دكتور. اشرحها؟ ايوه. دي والله مهمة جدا، يعني تصدق كثير من الناس ما يعرفون في مادة وفي فراغ وفضاء، لكن مادة مضادة؟ لا، مادة مضادة. يعني مثلا انت قاعد قدامي، البروتون في جسمك موجب، المادة المضادة بروتونها سالب. الالكترون في جسمك سالب، هناك موجب اسمه البوزيترون. النيوترون بيدور في جسمك باتجاه معين، هناك عكس، له عزم مغناطيسي اسمه عكس. ضرورة هذا عندما تلتقي المادة بالمادة المضادة يفني كل منها الآخر، وده أحد الشريانات المحتملة للقيامة. أحد الشريانات والله أعلم، يعني قال لك تلتقي المادة بالمادة المضادة فيفني كل منهما الآخر وتحول كل منهما إلى طاقة غير مرئية اللي هي أشعة جاما. أنا كنت عملت حلقة كبيرة في برنامج تباشير الصباح عن